السلام عليكم اصدقاء الزوينين ديالنا، لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، كل شيء بخير، كل شيء في امان الله. كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كيف ما ديما كنبغي نشكركم على التفاعل ديالكم، شكرا لكم على الرسائل الزوينه ديالكم، لي لايك ديالكم، وحتى الناس اللي تابونوا جداد كنقول لكم مرحبا بكم. الموضوع اليوم مهم بزاف، الموضوع ديالنا هو الاي بي تي في. اليوم غنجاوبكم على بعض الاسئله المطروحه في الذهن ديالكم. بزاف ديال الناس كيسولوني كيقول لي شنو هو احسن سيرفر من ناحيه القنوات، من ناحيه الترتيب، من ناحيه الجوده الكاليتي، من ناحيه الترجمه، واش فيه ترجمه، واش ما فيهش ترجمه. يعني بزاف ديال الاسئله غادي نتعرفوا عليهم في هذا الفيديو. الى انا شي حاجه ما شرحتهاش في الفيديو او نسيتها، غنخلي لكم الانستغرام ديالي كيف ما ديما، ونخلي لكم الفيسبوك ديالي. يعني اي حاجه، اي تساؤل، اي واحد بغى شي حاجه يسولني، ما يبخلش على راسو وما يبخلش عليا، وانا دائما رهن الاشاره وكنجاوب كلشي. غادي تشوفوا الناس اللي تعاملوا معايا، راه ديجا تيصيفطوا لي ميساجات كيسولوني كنجاوبهم. بزاف ديال الناس كيستافدوا من هاد الفيديوهات هادو، لذلك جاوني بزاف ديال التعاليق. غادي نحاول انني نجاوب على بعض الاسئله من هاد التعاليق هذا. السؤال المطروح في الذهن ديال كلشي هو تيقول لك شنو هو احسن سيرفر، وانا هنا كنقول لك اودي ما كاينش احسن، يعني كاينين امتيازات كل واحد باش كيمتاز. يعني الامتيازات اللي كاينين في هذا راه ما كاينينش في هذا، والامتيازات اللي كاينين في هذا راه ما كاينينش في هذا. يعني ما تقدرش تقول احسن واحد، وانا كنقول لك راه احسن واحد كاين في الثمن. يعني راه نفس القنوات اللي كتلقى هنا كتلقاهم هنا كتلقاهم هنا. غادي نهضروا على الاي بي تي في المعروفه في السوق، ما كنهضروش على داكشي اللي ما معروفش. يعني غنهضروا بالاورو، لان كيسولوني الناس شحال مره كنهضر بالدرهم، كيقولوا لي مثلا شحال بالدرهم ولا شحال هادي. حنا المغاربه راه عارفين الاورو تقريبا شحال كيساوي. يعني انا ما كنهضرش لكم على السيرفرات ديال 10 اورو، ديال 15 اورو، ديال 20 اورو. انا ما كنهضرش بتاتا على هاد السيرفرات، لانهم اول حاجه ما معروفينش، ماشي ستابل. وهاد السيرفرات يعني ماليهم اللي كيكونوا مصايبينهم، يعني كيكونوا غير مكريين ان سيت وحاطين فيه داكشي صافي وكيبيع لك. يعني داكشي ما خاسرين عليه لا فلوس لا والو، يعني باش ما باع لك راه عنده الربح. يبيع لك ب 5 اورو راه رابح، يبيع لك ب 10 اورو راه رابح، يبيع لك ب 20 اورو راه رابح. ولكن كاينين لي سيت اللي هما ماليهم خاسرين عليهم الفلوس، يعني هاد لي سيت يعني موثوق منهم، يعني واخا يطيح مثلا يوقع واحد المشكل ولا هادي، ماليه كيحاولوا انهم يعالجوه بالزربه. من ناحيه ديال الكاليتي، راه الكاليتي اللي كاينه 1080 على 1920، يعني راه ما كايناش 4K حقيقيه. بزاف ديال الناس كيقول لك واش كاينه 4K حقيقيه، كاينه 1080 على 1920 هي اللي كاينه. بالنسبه للاختلاف اللي كاين راه كيكون واحد الفرق بسيط، يعني ربما القنوات اللي تيكونوا هنا كيكونوا هنا كيكونوا هنا كيكونوا هنا، يعني بحال بحال. انا كنهضر لكم دابا على السيرفرات ديال مثلا 60 اورو ولا ديال 40 اورو ولا ديال 45 اورو، يعني شي حاجه اللي هي مزيانه. الاختلاف الثاني اللي تيكون مثلا في الترتيب. كاين مثلا واحد الانسان كيكون مثلا اسباني ولا ايطالي، كيكون صانع، تيكون هو اللي مصايب المكريسيت، هو السيبور، يعني كيكون مثلا عاطي الاولويه للقنوات ديالو، يعني القنوات الاسبانيه، المهم عاطي القنوات الاوروبيه. مثلا الا كان صانعو شي واحد عربي مثلا سوري او مصري او مغربي، راه كيعطي الاولويه في الترتيب، لان في لي سيرفور ما يمكنش ليك انت تتحكم في الترتيب. يعني الترتيب كيف ما حاطينه هما كيف ما كيكون عندك تقريبا. هذا هو الفرق اللي كاين بين لي سيرفور. اما بالنسبه للجوده ولا بالنسبه، راه تقريبا ما كاينش فرق بزاف، يعني تنقول لك ما كاينش فرق بزاف، راه ما كاينش فرق بزاف. السؤال الثاني اللي كيتراوح بزاف تيقول لك مثلا بغينا شي حاجه اللي هي ستابل، يعني ما يوقفش ما هذه. وانا ما نقدرش نقول لك راه هذا ستابل ولا هذا ماشي ستابل، هذاك الشيء تيسير الله، لا يعلم الغيبه الا الله. من هنا لغدا ما عرفتيش اشنو. راه كاينين لي سيرفور اللي هما ما عمرهم طاحوا، ما عمرهم وقع فيهم مشكل، ولكن يقدر يوقع المشكل. يعني ما كاينش شي حاجه اللي هي امنه ونكذب عليك ونقول لك راه هذا راه صحيح 100%، راه ما تخافش منه. ما نقدرش نقول لك هذه الهضره بتاتا. ولا كاين شي واحد اخر كيقول لك انا بغيت شي سيرفر يكون عامر قنوات، يكون مشارجي بزاف. كاينين شي قنوات غير زايدين ما عندك ما دير بهم، راه ماشي العموريه هي السيرفر. اول حاجه الا كان عامر بزاف كيتقل لك، يعني ملي كتكون تروشيرشي او كتكون تقلب بين القنوات كيكون واحد شويه ديال تيكون ثقيل، يعني واحد جوج ثواني ولا ثلاثه ثواني. بحال دابا مثلا نهضروا على اسرائيل، انت اشنو غادي دير بالقنوات الاسرائيليه؟ مثلا باكستان، واش انت غتفرج في باكستان؟ يعني راه كاينين شي حوايج اللي هما غير زايدين، يعني لا علاقه معمرين بهم سيرفر. وكاين بعض المرات
واخا كتلقى مثلا 21000 قناه ولا 23000 قناه، راه لا بلي بار كتلقاهم معاودين. وهذا حتى هو كنقول لك غير حاول انك تشوف شي سيرفر اللي واخا المهم تشوف داكشي اللي بغيتي انت بالضبط، شنو هما القنوات اللي كتحتاج انت. ولا شي واحد كيقول لي مثلا بغيت شي سيرفر يكون فيه الافلام والمسلسلات بزاف، يكون فيه زعما جميع الافلام وجميع المسلسلات، ما يمكنش، لا يمكن ان غيكون فيه جميع المسلسلات وجميع الافلام. هذا فرق من الفروقات اللي كاينه بين لي سيرفر. تقدر مثلا هذا تلقى فيه داكشي اللي غتبغي، يقدر هذا ما تلقاش فيه داكشي اللي غتبغي. يعني كل واحد ولا ميزاجور ديالو، كل واحد والناس ديالو اللي مصايبينه اشنو كيديروا فيه. يعني راه من المستحيل انك تلقى جميع المسلسلات وجميع الافلام. والسؤال الاخر ثاني المتكرر هو تيقول لك واش ممكن انني نخدم الاي بي تي في ديالي في جوج تلفازات؟ هنا كنقول لك راه ممكن انك تخدمه في جوج تلفازات، وممكن انك تخدمه في ثلاثه، وممكن انك تخدمه في ربعه، وتخدمه في عشرة. لكن ركز معايا مزيان اش غادي نقول لك باش هذا السؤال ما يعاودش يتكرر ولا شي واحد يفهمه بالخطا. الا كنتي مثلا عندك هذاك السيرفر في جوج تلفازات، ديما شعل هذه طفي هذه، طفي هذه شعل هذه، ما يمكنش يخدموا لك دقه واحده، لا يمكن انهم يخدموا دقه واحده. دابا راه كاينين الناس اللي كيقول لك مثلا وراه انا شريت الكود وداك السيد اللي باعو ليا راه باعو لواحد اخر، راه لا يمكن بتاتا، لا يمكن انه غيخدم عند هذا السيد وعند هذا السيد. الا كنتو كتفرجوا بجوج في نفس الوقت هنا غتعاني من مشكل ديال التقطعات، ما غاديش تفرج انت وما غاديش يتفرج هو. لذلك راه هاد القضيه راه ما كايناش، هو راه ممكن انك تخدمه في جوج تلفازات ولا في ثلاثه ولا في اربعه ولا حتى في التليفون، غير هو ما تخدمهمش دقه واحده. يعني ما تشغلش هذوك السيرفرات دقه واحده، طفي هذه خدم هذه، ملي غادي تطفي هذه غادي تخدم هذه. صافي مفهوم؟ نجاوبوا على سؤال اخر. دابا شحال من واحد كيدخل وكيقول لي مثلا وانا بغيت ندير السوتيتراج، يعني بغيت ندير الترجمه اللي بغيت، ولا بغيت مثلا هذا الفيلم راه بادي بالفرنسيه بغيت نديرو بالعربيه او بغيت نديرو بالانجليزيه. وهنا كنقول لك بالنسبه للاي بي تي في يعني اللي كتخدمها في لي زوندرويد، راه ما فيش هذه القضيه بتاتا، لا يمكن انك تتحكم في الترجمه. بالنسبه للترجمه راه كاينه في الريسيبتور، يعني في التبصيل ديال الساتيليت، باش نكونوا فاهمين. لان هذا السؤال شحال من واحد كيسولني وكيقول لي مثلا راه ما يمكنش ليا نتحكم في الترجمه، او كيفاش ندير بغيت نتحكم في الترجمه. هذه القضيه اللي بغيتو ديروا راه كاينه في الريسيبتور، يعني في ديال التبصيل ديال الساتيليت، هو اللي في هذه القضيه انك تبدل الترجمه او انك تسمع الصوت ديال المعلق بالترجمه اللي بغيتي انت. وكيف ديما كنصيحه كنبغي ننصحكم، الله يرضي عليكم الله يجازيكم بخير، حاولوا تعرفوا من عند من تشريو، راه اهم حاجه هو السيرفيس ابري فونت. راه ما يهمكش مثلا الا خديتي واحد السيرفر ب 30 الاورو ولا ب 60 الاورو ولا ب 65 الاورو، راه اهم حاجه هو سيرفيس ابري فونت. واش دابا مثلا كتمشي عند شي واحد غيبيع لك سيرفر ب 20 الاورو، يقدر تدوز واحد اسبوع جوج الاسابيع ثلاثه الاسابيع يقدر يبدل لك المود باس غيمشي يبيعو لواحد اخر. يقدر مثلا يوقع واحد المشكل في الهوست ديال هذاك السيرفر ما يبقاش خدام، غادي تعيط لهذاك البائع اللي هو باع لك غتقول ليه اودي راه ما بقاش خدام ليا. الا جاوبك في التليفون، هذا الشيء الا جاوبك في التليفون، يقدر ما يجاوبكش لان لا بلي بار ديال الناس كيبيع لك يقدر يبدل النمره، يقدر كيوقعوا بزاف د الحوايج ما غاديش تبقى تصيبو. لذلك انا كنقول لك حاول انك تعرف من عند من غتشري، وراه اهم حاجه هو سيرفيس ابري فونت. ما يهمكش الا كان مثلا غيزيد عليك واحد 5 اورو ولا 6 اورو ولا 10 اورو، وغادي تاخذ شي حاجه اللي هي كاليتي وشي حاجه اللي هي مزيانه. وحتى الا قدر الله وقع المشكل، هو داك البائع انه يحاول يتفاهم معاك، يحاول انه يعطيك وقت، يحاول انه يوصل معاك لواحد الحل، يعني داك الحل يكون كيناسبك انت وكيناسبو هو. راه كاينين بزاف ديال الناس اتصلوا بيا وبزاف ديال الناس صيفطوا لي الميساجات، بزاف ديال الناس خلاو لي لي كومونتير. شحال من واحد كيقول لي يا ودي انا راه شريت من عند واحد السيد ولكن راه داكشي ما بقاش خدام ليا، وراه داك السيد كنصوني عليه راه ما بقاش كيجاوبني، راه كنصوني عليه راه ما بقاتش عنده هذيك النمره، كيفاش غادي نقدر نتواصل معاه؟ ولا كاين شي واحد انفو كتصيفط ليه الفلوس وكياخذ الفلوس يقدر يحيد عليك النمره ديك الساعه، ما يبقاش يدير معاك والو، فين غتلقاه؟ فين غتصيبو؟ لذلك الله يرضي عليكم الله يجازيكم بخير، انا دائما كنوصيكم وكنعاود نوصيكم، هو حاول انك تعرف من عند من غادي تاخذ. انا ماشي كنقول لك راه كاع التجار خايبين ولا كاع البائعين راه خايبين ما مزيانينش، كاينين الناس اليوم معقولين الله يعمرها دار، كيعطيك شي حاجه اللي هي
كاليتي زوينه شي حاجه اللي هي خدامه مزيان ما كتقطعش ما بزاف ديال الحوايج. هذا علاش انا ديما كندير هاد النصيحه في الفيديوهات ديالي. راه كيقول لك عند رخصو تخلي نصو، انا تنقول لكم حاولوا الماكسيموم انكم تبعدوا على هذوك لي سيرفر ديال 100 درهم 120 درهم، يعني 10 اورو 12 اورو 15 اورو 20 اورو، هذاك الشيء حاولوا تبعدوا معه. اصلا الا بغيتي مثلا سيرفر مزيان، راه السيرفر مزيان كيكون داير شويه الثمن، يعني دوك هما لي سيبور ديالو اللي كيكونوا مصايبين كيكونوا عارفين اشنو مصايبين وكيكونوا دايرين واحد الثمن. يعني الا بغيتي تاخذ جمله راه فيه تقريبا 20 اورو، وتصور معايا انت سيرفر في بلاصتو يعني في الجمله عند سيبور كيدير 20 اورو، نورمالمون شحال هاد الباقي خاصو يبيعو لك. الا باعو لك ب 20 اورو عرف بان راه يقدر يبدل لك المود باس، يقدر يعاود يبيعو لواحد اخر. نصائح كنقولوها ما كتقتل ما كتحي. شكرا لكم على تتمه الفيديو، وكيف ما قلت لكم في اول فيديو اي واحد عنده اي تساؤل او بغى اي حاجه يتصل بيا يصيفط ليا، نخلي لكم الانستغرام ديالي ونخلي لكم الفيسبوك ديالي. شكرا لكم على تتمه الفيديو، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تحياتي لكم.